بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله الكرام. ربنا أعنا على معرفتك حتى نتأدب معك تمام الأدب يا كريم يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. الآن بفضل الله تعالى وبركاته من لدنه سنحاول مقاربة متأدبة جدية مباركة نافعة لبعض آيات أتت في آخر سورة الكهف لكافير. قل رب في آية 98 قال هذا رحمة من ربي. هذا تقريب العبقري في القرب من الله، مش عبقري حقيقة، من الناس المذكورين بخير ذو القرنين. واختلف المفسرون من هو، هل هو أصل عربي أو ذو القرنين من أوروبا، الله أعلم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي السور لأبناه للوقوف ضد فجور ونهب وسلب يجوج ومجوج. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أو دكاء، وكان وعد ربي حقا، يعني يتقدم يمشي طرف ما يرى طرف، يمشي هباء منثورا. هذا اللي نراه فيه احنا تو كم من قرن الرافي، تدمير ما حصده الإنسان من أعمال فيها حرب للرحمة. وآخر حاجة قاعدين نراه فيها هي في 11 سبتمبر 2001. هذا بالنسبة للصدمة والصفقة للولايات المتحدة. والآن في بعض أيام خلت ضربة واحدة أخرى من المتكبرين في أرض الرحمن، وفسقوا كما شاءوا ونافقوا وأهانوا وسلبوا وسرقوا وادعوا أنهم حضارتهم حضارة أنوار، وهلما جروا باريزيا مدينة الأنوار الذهبي، جاءت ضربة من الرحمن وتعرفوا شجرة فيها، دول فايدة في الكلام. نسأل الله السلامة.